السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم من جديد في القناة تاعنا. اليوم خوتي راح نحكو على التشكيلة المتوقعة لنهار اليوم لمواجهة الأهلي المصري في كأس السوبر. المهم خوتي، هذه التشكيلة لقيتها في صفحات فيسبوك بزاف، حبيت نشاركها معكم ومن بعد نقول لكم على الرأي تاعي مع الأخير. ما منتوما خوتي أعطونا الرأي تاعكم في التعليق. نبدأ بحراسة المرمى بين خوتي بنبوت، نبدأ بالدفاع، عندنا رضواني، عندنا بالعيد، عندنا عليلات، وعندنا العمارة. نروح لوسط الميدان خوتي، واللي راح يكون هو مفتاح الفوز اليوم، ورقة الرابحة هو وسط ميدان إن شاء الله اليوم، بالتوفيق إن شاء الله. المهم خوتي، عندنا شيتا، وعندنا بنزازا، وعندنا كوناتي. على بالي كاين بزاف يقولون باللي مبارك علاش ما يلعبش بلاصة بنزازا. لا خوتي، ما كاش اليوم راه منسجم في الفريق كيما بنزازا. وعندنا ايضا مريا اللي راح يكون في ثاني شوط ان شاء الله راح يدخل ويقلب لنا النتيجه ان شاء الله. نروحوا للهجوم خوتي، عندنا تومي، وعندنا فتوحي، وعندنا بوسليو. انا ما عجبتنيش هذه، انا اللي عجبتني هذه خوتي، بوسليو، القاسمي، وتومي. هذه هي التشكيله اللي عجبتني انا خوتي. اعطونا الراي تاعكم، اسكو التشكيله اللي جبتها من صفحه الفيسبوك عجبتكم ولا خوتي التشكيلة اللي عدلت فيها انا بزيادة هذه اللي بالاخضر انا اللي حطيتها خوتي، اسكو وينها اللي عجبتكم خوتي؟ انا تبالي هذه التشكيلة الاخيرة هي المثالية لمواجهة الاهلي اليوم، وراح تكون بقوة وتشكيلة قوة ان شاء الله. اعطونا الرأي تاعكم في التعليقات خوتي، وما كاش يقدلها كيما الكوتش، راكم عارفين احنا مجرد توقع وفقط. المهم خوتي، لحقنا نهاية الفيديو، ما تنساش خوتي جام واشترك في القناة، وخلينا الرأي تاعك في التعليقات، الرأي تاعك يهمنا خوتي، ومربوحة إن شاء الله لإتحاد العاصمة. ونقولكم السلام عليكم خوتي، فرجة ممتعة إن شاء الله.